منو راح يسبح بيكم؟ والله احنا ما ادري احنا ما نسبح لا تسبحون؟ شكرا حبيبي شكرا في مال لا طارق صار ساعتين تنعز ما اقدر امزين انتم اقول لك شغله ويا الجرف خليك لا تبعد بعيد اي صدقني لو غرقيت لقطه تفيد الله يعني ما كاتب شيء لا 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 انا ما اقدر بس طنيها خفف بله طنيها يلا احنا ننتظركم لا ما كنت انتظركم انا راح اغادر اه وين بعد ما ابقى تفضل شباب بقى العمود يتبلل جيب بالك ليش يخرب يتبلل ابا اشوف صاحبك وسلموا على العيله يلا وين رايح يلا ابو ادم يلا آه الله وياك كان خوش ولد البرنامج راح يفتقدك والله لك انا وين راح لك فانا ما اعوفك بس شفنا عوفك خلينا نختم يلا خلينا انتظرونا بحلقه جديده ويوم جديد وبرنامج بدون. بنعرف بس عراق بدون حيدر ابو العباس وين راح يلا باي 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 شنو